هلا رح ننتقل معكم بفقرة صحتك بتهمنا. رح يكون معنا الدكتور أو الأستاذ الدكتور خليل السالم، وهو استشاري طب وجراحة العين التجميلية، وأيضا أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة مؤتة، وحاصل على عدة جوائز في جراحة العين وأبحاثها، منها جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لأطباء وجراحي العيون للأعوام 2007 2011 و2013. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الهنا وشكرا جزيلا على استضافتي ست كاثي واستاذ حسين. بدايه انا قادم هنا على اساس ان نتحدث عن جراحه محجر العين وجراحه العيون التجميليه. هو صراحه من التخصصات النادره في الاردن الحبيب، الحمد لله رب العالمين، قدرنا ان يعني ننجز انجازات كبيره في هذا المجال. طبعا انت من الاطباء القلائل اللي حاصلين على هذا او على هاي الشهاده العلميه ومتمرس بهذا الموضوع. نعم الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا. بدي اسالك عن ما هو محجر العين. كنت بدي اساله شو محجر العين. شكرا جزيلا على السؤال. هلا بدايه محجر العين هو الغرفه التي تقطنها العين او تسكن فيها. نعم. هي غرفه حتى اذا بدك تتخيليها كمان لها بلكين حلوه وريلي فيري نايس اند نولم، يعني غرفة جميلة وجدا مريحة. هلا احنا لو بنطلع في انا حطيت شوية صور لو بعد اذنكم. يا ريت مخرجنا هلا بيعطينا اياها. هلا العين بتشك يعني فقط تقطن حوالي 3 ل 4 سي سي، او نقول ما مقداره 20% من محجر العين. تمام. فمحجر العين في دهون، فيه عضلات، فيه أوعية دموية، فيه كمان حساس يعني أعصاب. دكتور نعم. فهو يعني جزء من الجمجمة جدا يعني محطوط في الكثير من الأعضاء، أو يعني في الكثير من الأعضاء. فمهم على الجراح أنه يعرف هاي الصور. نعم. التشريح. هلا اذا بتطلع انت على الصوره، الجزء الاحمر اللي بالنص هذا هو العين. نعم. في عنا اجزاء الاخرى اللي هي عضلات العين، في عنا حوالي 6 عضلات للعين. هذول العضلات اللي بالاحمر دكتور محدد. نعم. اللي هم الاحمر الثانيه، هذول هم اللي بيحركوا العين يمين شمال فوق تحت. وفي عنا الاصفر هذا هو الدهون. طبعا هذا هو المخدة اللي انت مخدة اللي حاطط انت فيها العين، وبتعطي حتى العين البروز الجميل تاعها. ف جدا مهم انك انت تعرف انه الدهون في المحجر العين هذا شيء طبيعي انه يكون موجود، مش انه زائده او انه مرض او والى اخره. الناس يعني طبعا هذا هو طبيعه وشيء يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيه عشان يحمي العين. جميل. من الصدمات، من حتى يعني اي رجه برضه. جميل. انت لما تصدم العين بمخدة غير لما تصدمها بمثلا عظم. صح. صحيح. فحكمة ربانية سبحان الله. وبرضه كمان بيسهل عضلات العين انها تتحرك بطلاقة وبراحة. هلا كمان في صورة هلا حاليا هون بتبين لنا بالنسبة للصورة اللي على الشمال. في عنا الجفن. تمام. اللي هي المنطقة الملونة بالزهري واللي هو الجفن العلوي. نعم. المنطقة الملونة بالبيربل أو البنفسجي هو. نعم. الجفن السفلي. وبعد ذلك في عنا خلف هذا الجفن في عنا منطقة صغيرة جدا بسموها الحجاب الحاجز لمحجر العين. تمام. كيف احنا في عنا حجاب الحاجز للرئه بيفصل البطن عن بالضبط. بيفصل القفص الصدري عن القفص البطني. صحيح. وانا برضو كمان هذا الحجاب الحاجز موجود بيفصل الايلد اللي هو الجفن عن الاوربت اللي هي محجر العين. تمام. طبعا مهمته ما في له مهمه نقول فسيولوجيه او شيء، يعني غير انه هو اكثر فاصل اناتوميكال او فاصل تشريحي. عرفت علي؟ بيفصل بالضبط هو الدهون، بخلي الدهون ورا. ففي ترهل الجفن مثلا لما يصير فينا ترهل في الجفون، او نحكي لما الواحد شوي يكبر نتفي هذا الغشاء ببلى.
طيب. عرفت علي؟ فبيبدا عندنا شيء اسمه ظهور شيء اسمه الباجي ايز او هدور الجفن والى اخره. طيب دكتور شو الحالات الطبيه اللي بتستدعي التدخل الجراحي منك كاخصائي؟ شو الحالات الطبيه اللي ممكن تتدخلوا جراحيا تتدخلوا فيها علاجيا؟ شكرا جزيلا على السؤال. هلا احنا بالنسبه للعمليات الجراحيه نقول الاغلبيه اللي هو الموست كومن اللي هو التجميليه اللي هي جراحة تجميل العين، وبقسموها إلى جمالية أستاتيك وتجميلية كوزمتيك. حلو تمام. هلأ طبعا هناك أمراض أخرى تصيب محجر العين، الحمد لله هي قليلة ونادرة نوعا ما، ولكن موجودة، منها التهابات محجر العين. الثاني اللي هي لا سمح الله أورام محجر العين، وطبعا موجودة وإلها جراحاتها. يعني اليوم أنا حقتصر حديثي على جراحات تجميل العيون، منها الجمالية والتجميلية. طب تحكي لنا ما الفرق بين عمليات التجميل والعمليات الجمالية؟ جميل. هلا بالنسبة للعمليات التجميلية هي عمليات جراحية بحتة، يعني في عندك يعني يتم إزالة جزء من عضو أو زراعة عضو مع أو حتى تغيير موضع العضو اللي هو مثلا الفات أو الدهون، احنا بنغير مثلا موقعها بشيء يتناسب مع الـ 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 الشكل الجديد أو مش الشكل الجديد، يعني هي بالضبط طلب مش المريض، الزبون. الزبون بالضبط. احنا يعني احنا كل مرضانا الحمد لله سليمين جماعة، يعني بالضبط بيجيك نظره 6-6 أموره ممتازة، بتقول بس أنا مضايقني مثلا الباقي ايز، او يعني هذول التنفيخات اللي فوق اللي تحت، مش عاجباني مثلا شكل عيوني صغير والى اخره. هذا هو شيء تجميلي، يعني ممكن نكبر ممكن نشيد. صحيح. فهذا الشيء اللي احنا بنعمله من رتبه. هلا هذا بسموه الكوزماتيك سيرجري، وهذا هو صراحه نقول let's say the main dish، هذا هو الوجبة الأساسية، هذا أهم إشي لازم ينعمل. عرفت علي كيف؟ متى ما أنت عملته الباقي الأشياء اللي هو بسموها الجمالية هذه تيجي بعد العملية الكبيرة، مثلا بفوت فيها البوتوكس، ممكن يفوت فيها يعني شوية في عنا أجهزة جديدة اللي هو لا جراحية بسموها زي البلكسر. عرفت علي كيف؟ مثلا بتشيل تجاعيد وإلى آخره. بس the main thing أو الإشي المهم الأصلي لازم ينعمل اللي هو الجراحة التجميلية. من هاي العمليات هنا في عنا هاي الصورة، لو تشوف أنت على اليسار في عنا خبل وعلى اليمين بعد، هذا الزلمة جاي يعني متضايق من الانتفاخات الدهنية التحتية. بالضبط. الكبار السن دكتور بتبلش هاي الأمور. صحيح. هلا طبعا العمر له دور مهم. جميل. ولكن طبعا الوراثة برضو كانت تلعب دور برضو كمان كبير جدا. بس حتى في أعمار صغيرة بكون موجود عندهم هاي الأكياس. صحيح مزبوط. احنا عشان نحكي عن دور الوراثي، يعني أنا في عندي مرضى بيجوني على 28-29 بقولوا لي do something، يعني شكلي نعسان، عيوني عرفت شكلي تعب او نعسان او عندي دائما يعني شكل تابع التعبان الخملان. بالضبط. عيوني كيف امورهم؟ خايف على حاله صبيح. صار خاف مزحه. الشق التجميلي حكينا عن الشق التجميلي او الشق الجمالي. نعم. شو الشق الثاني اللي ممكن كمان نقدمه؟ هلا بس نكمل هون. أوكي. بعد اذنك. هلا في عنا عمليات اخرى اللي هي لو بورجينا في عندك الصور، في عنا عمليات اطراق الجفن. اللي هي الجفن. اللي هو انه الجفن نازل. عرفت عليك. هي موجوده. واطراق الجفن زي ما انتم شايفين هنا في اليسار اللي هو الصوره اليسار، الجفن نازل، وسبب النزول ممكن يكون خلقي. عرفت يعني، او ممكن يكون acquired اللي هو يعني مكتسب من مثلا لبس الكونتاكت لينسز اكثر. طبعا مش صحيح اكيد، لانه العدسات اللاصقه. هلا العدسات اللاصقه وهي كثير احنا بنستخدمها، ايش مشاكلها؟ مشكلتها انك انت عمالك كل مره تمسك الجفن بترفعه، هي عباره عن ورقه، هي هاي العضله اللي بترفع الجفن عباره عن ورقه بالضبط هيك بيبر لايك، كل مرة أنت عمالك بترفعها عمالك كيف اللي بشد الورقة وبمزعها. جميل. بالضبط. هذا اللي بصير. فأنت لما تمزعها بتفصلها عن مكانها التشريحي الطبيعي
فالجفن بهدل. يعني دكتور لينسز مؤذي للعين؟ مش يعني في لها مشاكلها لها مشاكلها طبعا صحيح. بس احنا بنحكي على الناس اللي هم الكرونيك يوزرز او اللي هم اللي بيستخدموها لفترات طويله، عرفت علي؟ بنحكي احنا عن 10 سنين 12 سنه والى اخره. فخاصه اذا انت بتفتحها يعني بتفتح الجفن بطريقه خطا يعني حيؤدي هذا الى هدول الجفن 100%. غير هيك كمان عمليات الجراحيه اللي احنا بنكون فيها كاطباء، يعني مثلا عمليه الساد، والله يا دكتور بعد عمليه الساد هبط جفني، بعد عمليه قص السائل الزجاجي هبط جفني. صحيح، لانه احنا اصلا لاقط الجفون لحاله، عرفت علي، اللي انت بتحطه. هذا طبعا كلام ما بيحكوا الاطباء كثير للمرضى، ولا خلاص مش مشكله هذا اللي خليه عادي. صحيح لا، هي اهم الشيء الرئيسي وبترك الاولوي. صحيح، هو عمليته ممتازه ما شاء الله عليهم. احنا دكاترتنا في الاردن يعني ناس متميزين صراحه، والحمد لله يعني نتائجهم رائعه. هلا بس هذه يعني شيء لابد منه، يعني بتصير سبحان الله من اللاقط او يعني الى اخره بتصير هذا هو الجفن. طبعا تصليحه سهل، يعني شغلتها دائما تحت البنج الموضعي، ما في يعني بكون المريض صاحي مستيقظ، شغلتها نص ساعه لثلاث ارباع الساعه، عرفت علي، وبرجع الجفن ممتاز. يعني بالعكس لو وضعه الطبيعي بحس الواحد حاله هيك اليرت يعني صاحي. دكتور بدي اسالك، باي عمر تنقام هاي العمليات؟ يعني انت برايك عمليات العمليات اطراق الجفن او شد الجفن او عمليات التجاعيد، يعني بشكل عام تعتبر عفوا عمليات التجميليه، باي عمر بتنصح فيها الا اذا ما كانش يعني وراثي؟ نعم، هلا معظم الاشخاص اللي بيجوني هم بعد سن 45، سن 45 50 هم هذول الاكثر شيء. ولكن طبعا زي ما تفضلنا انه في اعمار اقل، يعني بالنسبه لاطراق الجفن خاصه اللي هو الخلقي ممكن نعمل العمليه لطفل عمره 3 أو 4 سنوات. حلو. ويمكن اقل. مهم جدا عمليات الاطراق في الاطفال. ليش؟ لانه الفكره فيها احنا بدنا الولد يشوف بدري. مهم، في عندنا شيء اسمه فانكشنال لوس اوف فيجن او ضعف البصر الناتج عن عدم الاستخدام بالسنوات الاولى من العمر. تمام، بالانجليزي بسموه امبليوبيا او الكسل البصري. طبعا هذا يعني تتخيل طفل مسكر عين والعين الثانيه فاتحه، فحصير يركز على عينه اليمين الفاتحة، العين المسكرة هذه اللي حيتناساها دماغه وحيشطبها. فمن المهم انك انت تعمل هاي العمليات بأقرب فرصة على اساس انه يستخدم عينه، وحيكون طبعا متابعة مع الطبيب. يعني احنا الناس اللي هم عندهم الكسر البصري بنضلنا معهم لسن 18 سنة. يعني دكتور الحديث معك شيق كثير. تسلم. موضوع العين انا صراحة بتعاطف مع الاطفال اللي بشوفهم عينهم، وانا متاكد دكتور ما بيعرفوا انه في دكتور لسان ممكن يعالج هاي المشكله او يعرف هاي المشكله. اكيد طبعا. فمن خلال سفن ستار دائما احنا بنتشرف فيك، ودائما لك مساحه باذن الله معنا. تسلم، شكرا جزيلا، ان شاء الله انا ما نقصر. شكرا لك دكتور، ان شاء الله فيكون في لنا حلقات قادمه باذن الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. خليكم معنا، راجعين.